سامي السايح الغزاوي مدير عام شركة بريد ليبيا. اليوم بعون الله بدينا في مشروع العنونة البريدية، أطلقنا المشروع بمناسبة اليوم الوطني للبريد اللي وافق 24 ديسمبر. بإذن الله تعالى تم تركيب أول لوحة على بلدية طرابلس، والفريق اليوم هو يشتغل زي ما تشوفوا. بإذن الله سيتم تركيب جميع اللوحات على جميع المباني. هذا مشروع وطني كبير تكلل اليوم بالنجاح بهذه المناسبة وهذه اللفتة الكريمة من الزملاء. انتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لجميع الزملاء البريديين والجميع العاملين بقطاع البريدي على مجهوداتهم الجبارة الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل إيصال أسئلة الامتحانات سواء كانت في الشهادة العددية والثانوية، وبحمد الله تم إيصالها بنجاح. أيضا ساهموا في العملية الانتخابية بنقل المعدات الانتخابية لكل المناطق، وبإذن الله مستمرين في هذه العملية. أيضا مساهمة البريد في تغلب على جائحة كورونا من نقل معدات وزارة الصحة وإيصالها لجميع المواطنين الحمد لله عبر مكاتبنا البريدية المنتشرة في ربوع ليبيا. نتواصل مع المواطنين ونقدم خدماتنا بشكل مستمر رغم هذه الظروف، وسوف نطلق الحملة ببداية 1 ديسمبر وحتستمر بمناسبة اليوم الوطني للبريد. وبإذن الله البريد ليبيا سيدخل في مرحلة جديدة ببداية عام جديد وفق الخطة التي بنيناها، خطة استراتيجية هي 2021 لـ 2026. هذه الخطة ستنقل البريد تحت شعار اللي هو التعافي من أجل النمو. حننمو بإذن الله ونصل إلى كل ربوع ليبيا. شكرا لكم إن شاء الله على حضوركم اليوم، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.